مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في من أي مكان كنتم تشاهدوننا في غزة، هذه وقفة تضامنية مع الشهيد الزميل الصحفي يوسف محمد أبو حسين بعد أن استشهد صباح هذا اليوم، وهو طبعا متواجد في منزله، وأيضا كان يقوم بتغطية أحداث العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة. وقفة تضامنية لإعلاء صوت الصحفيين الفلسطينيين في مدينة غزة، لأنهم للأسف ضمن الأهداف الإسرائيلية التي تطال كافة الطواقم الطبية والطواقم الصحفية وطواقم الدفاع المدني بشكل مؤسف. هنا طبعا نحدثكم من داخل مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مجمع شفاء، أكبر مجمع طبي في مدينة غزة، والذي يحتوي على الكثير من الأقسام والأسرة والكثير من التخصصات التي تعتبر مفقودة في بعض المناطق في قطاع غزة، ونحاول طبعا تغطيتها من هنا من قلب مجمع الشفاء الطبي. كما تشاهدون هذا المجمع أصبح هو طبعا الملاذ الآمن لبعض المؤتمرات في قطاع غزة، على اعتبار أنه لا يوجد أي مكان آمن داخل قطاع غزة. أيضا نتوجه مشاهدينا الكرام، هنا قامت وزارة الصحة في مدينة غزة بوضع لائحة لشهداء مجازر الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية، وهنا عائلة الطناني، عائلة الطناني التي فقدت 6 شهداء منهم 4 أطفال، وعائلة التلباني 2 ومنهم طفلين، وأيضا عائلة عيسى وعائلة المصري في شمال قطاع غزة، وعائلة شرير وعائلة عرفة التي فقدت 2، وعائلة العطار التي فقدت 5 شهداء منهم 3 أطفال، وعائلة آمن وعائلة الحديدي التي فقدت 5 شهداء منهم 4 أطفال، وأيضا عائلة أبو حطب، هذه العائلة التي واجهت مجزرة إسرائيلية بشعة في حقهم في مخيم الشاطئ، وذهب ضحيتها 4 أطفال، وعائلة القولك، وهذه العائلة التي شهدت أبشع المجازر عندما راح ضحيتها 17 شهيدا منهم 5 سيدات و5 أطفال، وعائلة أبو العوف التي أيضا ذهبت ضحية المجزرة الإسرائيلية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، وراح ضحيتها 7 شهداء طفل و3 سيدات، وعائلة إشكنتنا راح ضحيتها 4 شهداء 3 منهم أطفال. ولا تزال المجازر الإسرائيلية قائمة كما تشاهدون معنا في هذه اللوحة التي خصصت لشهداء المجازر الإسرائيلية بحق العائلات. هذه العائلات التي تبلغ 13 عائلة انمسحت في سجلات العائلات السجلات المدنية في مدينة غزة، ولا تزال طواقم الصحافة والطواقم الطبية تحاول إعلاء كلمة الحق في مواجهة المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين. وكما شاهدتم في اللوحة السابقة، أطفال ونساء وعائلات ذهبت ضحية هذا العدوان الإسرائيلي. سنكون معكم في التغطيات، كنت معكم أنا أمجد ياغي.